مرحبا. وشاح الأرض هو الكتلة شبه صلبة من بطن الأرض، موجود بين لب الأرض الكثيف شديد الحرارة وطبقتها الرقيقة الخارجية والمعروفة بالقشرة. بيصل سمك طبقة الوشاح الأرضي لحوالي 2900 كيلومتر تقريباً، وبشكل بضخامته ما يعادل 84% من إجمالي حجم الأرض. بتتشكل معظم الصخور المكونة للوشاح الأرضي من السيليكيات، وتاني أكثر مكونات الوشاح الأرضي غزارة هو أكسيد المغنيسيوم، وفيها أيضاً بعض المعادن الأخرى مثل الحديد والألمنيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم. بينقسم الوشاح الأرضي لعدة طبقات مختلفة، هو الوشاح العلوي، المنطقة الانتقالية، الوشاح السفلي والطبقة المزدوجة الأولية، والمنطقة الغريبة اللي بيلتقي فيها الوشاح الأرضي بطبقة اللب الخارجي. نرجع لأخبار طقسنا، فبعده حال نسبياً وصحو بشكل عام، مترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وعم بيبقى سديمة بالمناطق الشرقية والبادية، أما درجات الحرارة فبعدها أعلى من معدلاتها بحوالي درجة إلى 3 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة، سرعتها عم توصل لل 20 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 40 و 85%، والبحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 30 درجة. خلونا ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون طقسنا صحو مشمس ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 19 العليا 38. أما كيف عم بيكون طقسنا بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالمنطقة الجنوبية بالسويدة أيضا طقس مكفي صحو مشمس ودرجات الحرارة بدرعا عم تتراوح بين 19 و 34 درجة. أما بالنيترا فطقسنا عم بيكون صحو مشمس ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 16 و 30 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما مكفي الطقس صحو مشمس ودرجات الحرارة عم تسجل بحما الدنيا 22 العليا 37 درجة. كيف عم بيكون الجو على البحر؟ بطرطوس ولاذقية غائم جزئيا، ودرجات الحرارة بلواء اسكندرون عم بتسجل الدنيا 26 العليا 30 درجة. وبالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون صحو مشمس، ودرجات الحرارة بمدينة حلب عم توصل ل 36 درجة. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون طقس المنطقة الشرقية. رح نبدأ من مدينة الرقة، جو سديمي حار ودرجات الحرارة فيها عم توصل ل 39 درجة، وبالحسكة درجات الحرارة عم تتراوح بين 25 وال 40، أما بدير زور فدرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 27 العليا 41 درجة، وطقسنا مكفي سديمي. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.